ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا. ويلا بينا نبدأ، وبنروح لمكان اول مرة نروح له، مكتب المحاماة الخاص بوالدة قاسم. فدخل الدنيا بخطى ثابتة وهي واثقة من نفسها، وهي بتحاول تستجمع كل خيوط اللعبة في ايدها. فدخلت للسكرتيرة الخاصة بوالدة قاسم وقالت: صباح الخير. صباح النور. ممكن أقابل أستاذة نوال؟ في ميعاد سابق؟ لا، بس قولي لها الدنيا السواح صديقة قاسم بيه مهران. وبالفعل دخلت السكرتيرة، وبعد دقيقة خرجت وهي بتسمح ليها بالدخول. فأخذ الدنيا نفس عميق بثقة ودخلت بكل ثبات. فتكلمت نوال وقالت: أهلا وسهلا. أهلا بيك يا طنط، فاكراني؟ شاورت ليها نوال بالجلوس. فقعد الدنيا بهدوء وفخامة وكأنها بتظهر لها النموذج المشرف اللي ممكن يشيل اسم قاسم مهران، وده كان الهدف الأول للزيارة. وقالت نوال: طبعا فاكراكي وعرفاكي. ووضعت رجل فوق التانية واتكلمت بأسلوب محامية مخضرمة وقالت: بس اللي مستغربة ازاي سبتي البنت تانية؟ فابتسم الدنيا، فمن الواضح ان مهمتها هتكون اسهل من اللي توقعته، فمن الواضح ان والدته مش راضية عن جودي. واتكلمت الدنيا بمنتهى المكر وقالت: ليه يا طنط؟ جودي بنت كويسة. وبذكاء نوال عرفت ان اللي قصادها مش هينة، فقالت: فعلا بنت كويسة، قاسم عمره ما هيغامر ابدا. احمر وش دنيا من الحقد، فابتسمت نوال لانها عارفة ايه اللي بيدور داخل دنيا، وده برضو اللي استوعبته دنيا. فقررت اللعب على المكشوف وقالت: افهم من كده ان حضرتك موافقة على ارتباطهم؟ ليه لا؟ فهمت دنيا ان نوال عايزاها تنطقها بلسانها، فاتكلمت دنيا بمنتهى الحقد وقالت: ايوة بس حضرتك انا اللي المفروض ابقى خطيبته، انا انسب له. فتوقفوا عن الكلام للحظات وفضلوا يبصوا لبعض لانهم فاهمين بعض. فقالت نوال: انت وشطارتك. رفعت الدنيا حاجبها بعدم فهم، فوضحت نوال بخبرة وذكاء محامية متمرسة وقالت: عايزة تفهمي؟ اوكي، انا ام وبحب ابني جدا، وان كنت مش موافقة على جودي فده لاني خايفة فعلا من فرق السن، ومش هسمح ان قلب ابني يتكسر عشان حب مراهقة، وده اللي حاولت افهمهوله، ولازم تفهمهوله انت كمان. هي فعلا مش من مستوانا ولا مجتمعنا، بس لو ابني مبسوط اتس اوكي، عايزة تلعبي العبي، المهم ان ابني يطلع هو الكسبان، ولو انت فعلا الانسب له انا موافقة. ابتسمت الدنيا بانتصار ووقفت عشان تحيي نوال وقالت: شكرا ليك يا طنط، انا هعرف ازاي ابعدها عنه وقاسم هيطلع كسبان. وكانت ماشية، ولكن قبل ما تخرج اتكلمت نوال: دنيا لو ابني اتأذى صدقيني هتواجهيني انا ايا كانت نوع الاذية ايه، سامعة؟ هزت دنيا راسها بثقة وغرور وخرجت وهي بتبتسم بنصر. وفي نفس الوقت كان قاسم وجودي مستمتعين جدا بوقتهم، وقد ايه كان قاسم سعيد بالفسحة دي، فقعدوا عشان ياكلوا. فطلبت له جودي شاورما سوري وبطاطس مع الكاتشب الحار، وكانوا قاعدين على مقاعد خشبية قصاد النيل، وجنبهم العديد من الناس والأسر اللي جت للمكان عشان تتفسح. فجت أسرة من بعيد عشان تاكل وما لقتش مقعد فاضي،
فقربت الست الكبيرة تستأذن منهم عشان تشاركهم في الترابيزة، فكان قاسم هيرفض، ولكن اتفاجئ بإصرار جودي بالموافقة، فبص لها باستنكار وبص للناس اللي قعدوا وكأن موافقتهم أمر مفروغ منه. فاتكلم قاسم وقال: ايه ده يا بنتي؟ ايه في ايه؟ عادي كده يقعدوا معانا عادي؟ اه عادي، الناس لبعضيها، ما احنا لو ما كناش لقينا مكان كنا هنقعد مع حد عادي. غريبة قوي. فاتكلمت الست الكبيرة وقالت: يا ابني دي احلى حاجة في المصريين، عيلة واحدة وكلهم عارفين بعض، طب دي احلى حاجة فينا، ولاد بلد كده وحبوبين، اللمة حلوة يا ابني. قوليلي يا طن. طب والنبي انتي عسل، اسمك ايه؟ جودي. وانا انتصار، وده ادم ابن بنتي، وشاورت على طفل عنده 5 سنين، وكملت كلامها: ودي ام كريمة مرات ابني. اهلا وسهلا بك يا طن. ومين الجدع الحلاوة الطول بعرض ده؟ وسعت عيون قاسم، فالاول مرة يسمع ست بتوصفه بالطريقة دي، ولكن عجبه الوصف، فقالت جودي: ده قاسم خطيبي. بجد؟ فشاورت لجودي عشان تقرب منها، وكمان عشان ما يسمعش قاسم اللي هتقوله، وقالت: مش كبير عليك شوية؟ فكان قاسم سامحهم كويس، ولكن كاتم ضحكته على طريقتهم العفوية في الكلام واندماجهم سوا رغم انهم ما يعرفوش بعض. فبصت لجودي وبصت للست مرة تانية وقالت: اه شوية. فقربت انتصار مرة تانية من جودي وقالت بصوت واطي: يا بنتي بأمانة شكله لعبي. قالتها ورجعت لمكانها، فانفجر قاسم في الضحك عليهم، وبصت لجودي وكأنها بتقيمه وقالت: وانا حاسه بكده. وقرب الطفل الصغير منها ووجه كلامه لجودي وقال: جودي انت حلوه قوي. فرفع قاسم حاجبه بغضب وقال: مين دي اللي حلوه وعرفت اسمها منين؟ ما هي لسه قايله، ده انت ذكي قوي. ولا ايه يا قاسم، ده طفل. بس ما تقوليش طفل، ده انا اجمد منه، وانتي لايقه عليا انا اكتر منه. يا ابني ما تلم نفسك، ادم عيب كده. طب يلا كملي اكل يا هانم. جودي وهي بتاكل: حاضر. وخلصوا اكل وقاموا وودعوا الاسره البسيطه دي بعد ما دعت ليهم الست الكبيره بالستر والسعاده وصلاح الحال. وبعدها اخدت جودي لمنتزه جميل، وفجأة شافت بياع البالونات، ففرحت جودي وفضلت تتنطط وهي عايزة تشتري منه، وثواني واشترى ليها قاسم كل البالونات، ففرحت جدا، واستغرب عليها قاسم لأنها ما فرحتش بعقد الألماس اللي أهداه لها زي فرحتها بشوية البالونات الرخيصة، وكانت ماشية وهي شايلاهم وبتتنطط بفرحة جديدة، ولقت بنت صغيرة بتبص لها، فقربت منها جودي وقالت: ازيك؟ الحمد لله. عايزة بالونة؟ هزت الطفلة راسها ببراءة، فدت لها جودي واحدة، وابتسمت الطفلة بسعادة وجريت بسرعة لوالدتها، وثواني وكانت جودي بتوزع البالونات على كل اللي بتقابلهم من الأطفال الصغيرين وسط ابتسامة قاسم، وهو بيتابع تصرفات حبيبته المتواضعة والحنينة وقد ايه بتحب الجميع. والتقطوا العديد والعديد من الصور السيلفي، وفضلت تجري وتتنطط وتشجعوا على الجري معها، وكان قاسم بيجري وراها وقلبه بيتنطط من الفرحة، وساعدوا على ده اكتر هو روح الناس الجميلة اللي حواليهم. وشافت جودي راجل بيأجر عجل، فنطت بفرحة وسحبته معها وهي بتجري ناحية الراجل، فاتصدم قاسم وهو شايفها بتركب عجلة وبتطلب منه ان يركب هو كمان عجلة، وضحكت بهستيريا وهي شايفة بيسوق عجلة بحجمه الضخم، فتجمعت الاطفال
حواليهم وهم بيضحكوا معها، ورفعت تليفونها ونزلت من على العجلة وقامت بالتقاط العديد من الصور ليه وهو في قمة فرحه، فما كانش يتوقع انه هيستمتع كده، واشترى ليها غزل البنات وطلبت منه ان ياكلوا معها. وبعد شوية قالت جودي: قاسم عايزة ايس كريم. قالت كده وهي بتشد في لبسه وكأنها بنته الصغيرة وبتطلب منه بإلحاح. فرد قاسم: حاضر يا روحي، بس ماسكه فيا كده ليه؟ عايزة ايس كريم. حاضر، احلى ايس كريم لأحلى بنت لجودي قاسم مهران. كان بيقولها بمنتهى الاستمتاع، وقد ايه فرحة جودي وهي بتسمع اسمها بكنيته. فقالت بخجل: بس انا لسه ما بقتش شايلة اسمي. انت اتكتبتي على اسمي من اول يوم اتولدتي فيه، وعمرك ما هتشيلي اسم حد تاني غيري، ويلا بسرعة بدل ما بوسك حالا في الشارع وقدام الناس. شهقت بفزة وهي بتجري بسرعة من قصاده، وهو بيضحك بصوت عالي على حبيبته وتوجه لمحل الايس كريم. ووقف قاسم عشان يطلب الايس كريم المفضل ليها بالطعم اللي بتحبه، وراحت جودي للمرحاض. وبعد لحظات قربت من قاسم بنت لابسه فستان اسود قصير مكشوف الصدر والظهر، وقربت منه وهي بتصرخ باسمه ومش مصدقه عينيها. فالتفت قاسم عشان يشوف مين اللي بتنادي عليه وقال: منار. ايوه وحشتني قوي، لسه جن زي ما انت طول عمرك كده اصلا. قاسم بجمود: شكرا. قربت منه اكتر بدون ما تهتم بالناس اللي حواليهم وقالت: شكرا بس طول عمرك تقيل، وهو ده اللي عجبني فيك، ده غير حاجات تانية كتير. قالت كلمتها الأخيرة وهي بتبصله بوقاحة ما تلقش بواحدة ست. وفي نفس اللحظة خرجت جودي من المرحاض وهي مبتسمة، ولكن اختفت ابتسامتها وهي شايفة بنت ملتصقة بقاسم، وظهر الغضب على كل معالم وشها الطفولي، ومشيت بخطوات سريعة وشدت يد البنت من على قاسم بعيون بتطق شرار، ووقفت ما بينهم كعازل وسط صدمة قاسم وخوفه منها ونظرات الاستهزاء من البنت دي. فتكلم قاسم وهو بيدافع عن نفسه بلخبطة وكأنه قصاد والدته وهو مذنب، وقال: جودي أنا. اسكت أنت دلوقتي. وسعت عيون قاسم من صرامة حبيبته اللي بيشوفها لأول مرة بالهيئة دي، ووجهت كلامها لمنار وقالت: انت مين وازاي تقربي منه كده؟ انا منار، واعرفه من زمان قوي، يمكن من قبل ما تتولدي، وفهمه اكتر منك، اصل احنا قريبين من بعض قوي. حاول قاسم يعترض ولكن قطعت وجودي وهي بتقول: لا ما هو واضح انك كبيرة في السن فعلا. ابتسم قاسم بدهشة وهو شايف غضب منار من كلام طفلته، وكملت جودي: اما من ناحية فهمه فما اعتقدش، ده غير اني مش مهم الفهم، المهم الحب، وهو بيحبني انا. واه صحيح، تعديل بسيط كده، انتوا كنتوا قريبين من بعض، بس هو دلوقتي قريب مني انا وبس، ومش هسيبه لغيري. اوكي؟ قالت كده بتحذير وسحبت قاسم وراها وهو ماشي زي الطفل المذنب ورا والدته ومستعد للعقاب، وسابوا منار اللي كانت بتغلي من الغضب وهي بتتكلم بصوت واطي: قالوا بيقولوا عيلة دي قرشانة. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش، والجاي أحلى. هنشوف مع بعض مكائد كتير قوي هتتعمل بغرض ان يفرقوا ما بين قاسم وجودي، بس يا ترى جودي هتقدر تتحمل ده ولا هتبعد وتكسر قلب قاسم؟ استنونا في الحلقات الجاية عشان هتعجبكم قوي بإذن الله. بس ما تنسوش تدعموني بلايك عشان بيحمسني أنزل لكم أسرع، ولو أول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.